الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعتمد قرار. إيه قرار؟ عايز إيه القرار ده؟ يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. للمزيد من التفاصيل تعالى ناخد معانا على التليفون النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. أهلا بك سيادة النائب. أهلا بك يا دكتور. إيه الأحوال؟ كله تمام؟ كله تمام، والمقدمة اللي أنا سمعها دي يعني عظيمة جدا وبحييك عليك. الله يخليك يا رب، تعيش، ربنا يحفظك يا رب. قول لي إيه الحكاية بتاعت قرار الأمم المتحدة اللي أصبح بيرحب بإسهامات منتدى شباب العالم، فأصبح لدينا منتدى مصري، صناعة مصرية، قح بأفكار مصرية، جذب الكوادر الشبابية من العالم، فأصبح معتمدا من الأمم المتحدة. مش هقول لك بقى بعد طول انتظار، ولكن بعد طول وكثير من الهجوم. لا، أنا بحكيك عن المقدمة لسبب إن إحنا في مرحلة من تقويت المؤيدين لأي سياسة ناجحة في مصر. يعني للأسف إحنا شايفين الفترة دي أي حد بيعبر عن تأييده لسيادة الدولة المصرية أو نجاح الرئيس في مشروعات في مخططات بتلاقي بقى في تخويف، وفي زي ما سيادتك قلت بالظبط كده، ده تطبيل، ده كذا، ده كذا، وفي نفس الوقت والمعارضة قالت لا، ده من حق المعارضة إن هي تتحدث بهذا الشكل. فأنا بحيي سيادتك على هذه. الله يخليك يا دكتور. وعايزين نرجع بقى شوية ل 2014، لأن أنا يمكن دايما بقول أن تاريخ التدريب وتأهيل الشباب بيبدأ يعني من 2014 من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الدولة المصرية. قبل كده كنا كلنا شفنا يعني محاولات للتمكين، لكن كلها كانت شعارات، وأسفرت هذه المحاولات عن وجود بعض الشباب المميز جدا لكن غير المؤهل، وممكن في بعض الأماكن في نواب وزراء وبعض نواب المحافظين، لكن للأسف التجربة لم تنجح لأنها لم يسبقها تأهيل كافي لهذا الشباب. بدأ السيد الرئيس يمكن من 2014 بمجموعة من التوجيهات لمؤسسات الدولة، زي كانت أكاديمية نصر العسكرية قبل طبعا قرار إشهار الأكاديمية الوطنية للتدريب إن بأهمية تدريب الشباب. شفنا بعد كده نماذج تخرجت من الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرنامج رئاسي للتدريب البي ال بي، شفنا ناس منهم نواب محافظين ونواب وزراء، وبعض منهم أصبح الآن محافظين ومعنا في مجلس النواب ومع سيادتك في مجلس الشيوخ مجموعة كبيرة جدا من النواب المتميزين اللي مروا بهذه التجارب، وده اللي كان ينقص. فبدأ منتديات المنتديات الدورية اللي كان بيحضرها بنسبة 99% سيادة الرئيس للمرة الأولى أن يحضر رئيس الجمهورية مع الشباب المصري يستمع لعرض المشاكل والمقترحات، يعني 99% من كل الجلسات. انتهت طبعا بمنتديات شباب العالم اللي احنا يمكن حضرنا منها أربع نسخ، كان في كم هجوم زي ما حضرتك قلت غير عادي على هذه المنتديات، والمصاريف دي منين والاولويات، واحنا دلوقتي احنا مش النهارده بس، احنا عايز اقول لحضرتك كمان ان انا من ثلاث سنين او من 2021 تحديدا احنا بنجني ثمار هذه المنتديات، سواء في تمكين الشباب او تاهيل الشباب او الثقه العالميه في الشباب المصري والدوله المصريه في تمكينها للشباب. عايز اقول لحضرتك ان كان في ايضا المجلس المصري الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحده سنه 2021 في فبراير برضه أقر بمنتدى شباب العالم وإسهاماته كمنتدى عالمي لفتح مجال حوار بين شباب العالم. ده برضه يعني تاريخ مهم جدا، لأن ده كان أول إشادة دولية لمنتدى شباب العالم، وبعد كده طبعا برضه في دورة مجلس حقوق الإنسان أشاد بهذا المنتدى. فإذا كانت هذه المؤسسات يعني الدولية المحايدة بتشيد وبتشهد بهذا التنظيم وهذا التجمع الدولي العالمي اللي عايز اقول بصراحه ان عظمه الى حضن العالم، يمكن يعني فتره كبيره جدا كنا بعاد عن هذه الفعاليات الدوليه في المشاركه حتى معاهم، كنا بعاد عن حتى عن القاره الافريقيه. احنا بنتكلم من 2014 ازاي ان هذه التوجهات المصريه القاده السياسيه، حصل منتدى شباب العالم، حصل منتدى الشباب الافريقي، منتدى الشباب العربي، بقت مصر قبله لهذه الملتقيات والمنتديات. فده بالتاكيد اصبح محل اعجاب واشاده من مؤسسات دوليه محايده، اللي كان البعض ايضا بيلجا ليها لما كانت بتنتقد مصر. فالوقت احنا هذه المؤسسات بتشيد بهذه التوجهات، بتشيد بالشباب المصري، بتشيد بتوجه الدوله المصريه لتمكين الشباب المصري وتاهيله واعداده. فحق الشباب المصري وحق الدوله المصريه ان تسعد بهذا النجاح وهذه الاشاده الدوليه. ده مما لا شك فيه، يعني فكره انه الواحد يبقى بيعمل شيء
وانه يشوف النتائج بتاعه هذا الشيء. على سبيل المثال زي منتدى شباب العالم، انه يصل الى مرحله الاعتماد الدولي من اكبر منظمه امميه على مستوى العالم زي الامم المتحده، اذا ان يعني اشار هذا الشيء الى امر ما، انما يشير الى ان احنا ماشيين بنجاح، ماشيين كويس، ان احنا بننجح، ان احنا عارفين عايزين ايه، مش تحرك عشوائي. لا طبعا، والتحرك احنا بدانا بتحرك محلي، اعداد الشباب على المستوى المحلي، المؤتمرات الدوريه اللي كان يعني باستمرار زي ما قلت لسيادتك ان سياده الرئيس بيحضرها مع الشباب. انا يمكن اتذكر دايما، وده نموذج الكبير بالنسبه لي، في منتدى الشباب اللي حضره سياده الرئيس في اسوان، لما احد الشباب عرف مشكله على سياده الرئيس وتم توجيه المسؤولين بالتواجد في مكان المشكله في احد المصانع وتم حلها في نفس اليوم. دي رساله لكل المسؤولين، الرئيس او القياده السياسيه بيستمع الى الشباب، بيحاور الشباب. هنا كانت البدايه، بدايه المؤتمرات الوطنيه القوميه للشباب، وبعد كده انتقلنا لمنتدى شباب العالم. ده طبعا ده يعني شيء مرتب منظم، ما تمش في يوم وليله، تم ليه التخطيط، تم اعداد هذا الشباب. عايز اقول لحضرتك ان الاقبال على حضور هذه المنتديات، سواء المنتدى الشباب القومي اللي بيحصل في مصر او منتدى شباب العالم، فاق التوقعات وفاق الوصف، لدرجه ان انت حضرتك يعني بيكون عندك 14,000 متقدم، بتختار منهم 3,000 او 4,000 او 5,000. ده دليل على نجاح هذه المنتديات، دليل على نجاح الدوله المصريه في اعداد الشباب المصري وتاهيله حتى يكون شباب بمواصفات عالميه، يقدر يشارك بافكاره المحترمه جدا، يشارك بمقترحاته ومشروعاته اللي يمكن كتير جدا اشار ليها بالبنان في المنتدى الشباب العالمي الاخير. صحيح، انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.